جرائم متنوعة تنفذ بين فترة وأخرى في محافظات الجنوب وعموم العراق، والضحية هو المواطن نتيجة عدم وجود ملاحقة مستمرة لعصابات الجريمة المنظمة من خلال متابعة المجرمين عبر وسائل متطورة مثل كاميرات المتابعة، وهو الملف المتعطل منذ سنوات. ما زالت البصرة والقوات الأمنية تحاول القضاء على الجريمة المنظمة بطرق بدائية لا ترتقي لمستوى تطور أساليب الجريمة، ومنها سرقة الحقائب النساء وهواتف الرجال في شوارع المدينة. هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة، حتى أن هؤلاء المجرمين لديهم أسلحة. يعني قبل أيام حصلت حادثة في البصرة، هي قتل لشخص بعد أن حاول الدفاع عن إحدى النساء. أيضا مشروع الكاميرات المعطل الذي حالته البصرة لإحدى الشركات، ولا زالت تنتظر منذ 2011 حتى هذه اللحظة. خروقات مختلفة ما بين السطو المسلح والسرقات، جميعها تضعف من سلطة الدولة، كان آخرها مقتل الشاب حسين الذي تدخل لإنقاذ امرأة تعرضت للسرقة، وانتهى به المطاف جثة هامدة بسلاح مجرمين وسط مدينة البصرة. رأسة هو اجى الدراجة بها نفرين، من اجى الدراجة بها نفرين خمطة الجنطة مالته عدته ما اخذته من عده، فاحنا طلعنا له من هنا، من طلعنا لرأس التسعب علينا اقسام ورمى علينا، فصوب صديقي وصوب ابن عمنا جروها. فالولد ابن عم حسين وولد اصدقاء قاعدين ثلاثه من البيت، فزعوا له. بعد عرف اهل البصره هالغيره، وخاصه الحسين. يعني اليوم البصره وخاصه احكي لك على المنطقه كلها حزينه، حتى اللي يعرفه ما يعرف. هذا اخوي حسين ضحيه الانفلات الأمن والسلاح المنفلت بالبصرة. تتجه البلدان المتطورة إلى استخدام التكنولوجيا برصد الحركات الإجرامية مبكرا قبل وقوع الجريمة، تحركات تتطلب التنفيذ من الحكومة، وذلك لحد من تفاقم الجريمة هنا. من البصرة مصطفى شمري، قناة التغيير الفضائية.